حبايب قلبي اللي بحبهم وبموت فيهم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. بصوا بقى النهارده الفيديو جامد جامد جامد، محتاجه منكم اللايك الحلو بالذات في الفيديو ده عشان تشجعوا سمير، علشان سمير محتاج منكم التشجيع الفتره اللي جايه. ماشي، وتحطوا له لايك حلو لايك جميل وتشجعوه بالله عليكم في الكومنتات عشان هو يخش يشوف الكومنتات كلها. ربنا يخليكم ليه، منحرمش منكم ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي نكسب الصلاه على النبي، وزي ما احنا معودينكم ما تنسوش تدعوا لاهلنا في فلسطين، ربنا يا رب يهون عليهم وان شاء الله يخفف عليهم ويشفي كل المصابين ويرحم كل الشهداء. ماشي، النهارده معانا ايه بقى عم سمير؟ الحمام الكذاب. هم طلبوا مني والله امبارح الحمام الكذاب والرز، رز بكبد. شايفين انا عايز متحمر يا ماما، وحمرته له جدا. عايزكم في الفيديو ده شجعوني جدا باللايكات، عشان يعني دي ما بظهرش غير كل فين وفين، فزودوا اضربوا الفيديو بتاع شويه، اضربوه على حلو معتبر. بصوا بقى احنا معايا ثلاثه بس كبار شويه عن بتوع سمير صغير شويه. ماشي، من ايه هو الصغير وانا الكبير شويه. وهنا معانا كبد وقونس بالشوربه، سلطة طبعا الشهيرة بتاعتي بتفري يا ليلي. انا مش هقدر اعملها. ايوه ما تقدملهوش. حبايب قلبي ما تنسوش تحطوا لنا لايك حلو يا جميل، ربنا يخليكم، ليه ما نحرمش منكم ابدا يا احلى واغلى واطيب ناس جيش احمد وفريال، ربنا يسعدكم ويخليكم لينا، ما نحرمش منكم ابدا من كلامكم الحلو ودعواتكم الحلوه. على راسي من فوق والله. ماشي، هنبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا ونشوف مين اللي هيكسب مين اللي مش هيكسب. مين محتاجة كلام؟ طب يلا وريني. ايوه معايا بس بقى ازاي اقلي خلي بقى في خلة. وانا ايوه ما خي ايه كم خلة؟ اتنين. ايوه بص اعمل لكم زوم بقى الحتة الجامدة دي. شايفين دي الخلة التانية اهي. انا شلت بقى خلة. اوعى وش عندي، بص مش عارفة اجيبها خالص ناشفة. لا يا استاذ ده والله العظيم منه النور. عايز ايه؟ افتحيها لي. ايوه بصي بس يا معلم في ايه؟ كل بقى انا عايزاك تلهلط كده تلهلط. نبدا خش سنه كده لسه في وسط. خش داخل كده لبره. لا لبره. ايوه ناكل براحتنا. كل واحد يشوف نفسه عامل كده اشتراك ولا لا، مفعل الجرس بس كده عامل كل ايه؟ الواحد يوقف في الفيديو دلوقتي ويشوف عامل اشتراك ولا لا، مش عامل يعمل ويفعلوا الجرس بكلمة الكل عشان يوصلوكوا كل جديد من تحدياته مالي. الله الله ولايك يلا يا محمد. ايه؟ سامع ايدك افتح عشانك. سامع ايدك افتح لك عشانك يا محمد. حسابه ولا بسرعة. ايه رايك يا معلم؟ يا معلم اقسم بالله الاكل تحفه. انا مش هتكلم عشان انا بقيت اشرق كتير اليومين دول، فانا مش هتكلم. خد يا سمير حط هنا العظم حبيبي. انا مفكر اعمل عقاب. ايه تعمل عقاب؟ اعمل اللي انت عايزه بس ما تكسب. اما اكسب مش محتاج انا اكسب على طول. الله ما بحبش الجلد قوي بس ده محمص وجميل. محمص حلو. انا باكل من الاقمط الدخان بيطلع. هما طلبوا مني والله الاكل ده. لسه منزل مع التوست. بصي طيب مش عارفين عندك ولا لا. والسؤال بقى عامل ازاي؟
طب لو فضلنا نحطش رز اصلا تحتيه لانه مليان رز. ايوه حلو حلو حلو. على اكل على بقى ايه انا على لا الصينيه اللي قدامها. لو انسحبت هعمل عقاب. الله بدل اللي هتعمل فكره العقاب لو انسحب. لو انسحب لو انا كنت سامعه نفسي في الدبوس يا ماما هعمله حم نفسي في البتاع الحمام هعملها حم. فين ده؟ انا عامل ده بلعت الحمام. انا بلعت بلعت الحمامة؟ الرز على فكرة تحفة. انا جابي دماغي حتة عقاب. تتحضروا من دلوقتي؟ ايوه جابي دماغي حتة عقاب حلوة. نفسي والله ادوق اكل الحمام ده. نفسي ادوق اكل حمام كداب. امال ايه سموه حمام كداب؟ هي شبه الحمامه بس مش حمامه. بس مش حمام ورد. طب فين بقى الخله التانيه؟ اقسم بايدك كده وشوفها. ايوه انا هكسب يا بابا. ها فين ايه ده؟ طلعت واحده؟ طب خلاص كله لما تلاقيها. كيف وقته مجمد ولا ايه؟ لا لا كلها مش في دلوقتي كده. الله الله انا كبت يا معلم. ده ثاني واحد اهو. انت تقول لي هخلص ومش عارف ايه شو بسم الله يلحق في ايه. بسم الله يلحق في ايه خالص. عشان هو سمير صوته واطي يعني لما اكون بنتكلم مثلا مع حد او قدام كاميرا او كده بيبقى الصوت بتاعه واطي قوي ما تسمعهوش. لكن مع اخواته ما شاء الله اللهم صل على النبي ما تحوشوش بقى. حوش بقى حوش الصوت بقى. يعني صوت عالي اهو. اعلى اكتر من كده ايه؟ عليك من اكتر من كده. ما هو ده مش صوتك الطبيعي. انا ده زعلان طفيه. صوتك طبيعي؟ حسيت ما شاء الله بيسمع الجيران. الو ايوه جبتها. حطينا
وريني بقى. شكرا انا اعمل عقاب. ناس واكلين اصلا. بس انا قلت ايه الحق اعمل لكم الفيديو ده ما لحقتش. وانا الساعه 8 مش هلحق انزله. خد معايا وقت قوي لاني بتعمل كل حاجه لوحدها. انا مثلا سابوا الكبد واونس مع البصله. احط الرز، الرز يستوي. اعذري ايه بقى ده؟ تغسلي الفراخ وتصفيها واكسب الرز تحشوها وبعدين تلفوها في السلوفانات وبعدين تسلقوها وبعدين تحمروها. فرغم اللي هو كده بيطلع بالشكل ده بس بياخد وقت جامد قوي. بصوا ما احسش ان انت عايز تستسلم. صراحة مش قادرة استسلم. وانت مش قادرة. عرفت طالما جبت النفس ده فخلاص. وانا والله اقسم بالله ما قادرة احط دي في بطني. انا فصة فطرانة اصلا. مع اني والله فطرتي ايه يعني، فطرتي ارنبيط. انا مش هزعلك يا سمير عشان انا مش قادرة احط اي حاجة في بطني بجد. ممكن احط معلقتين سلطة. احط معلقتين سلطة كده. العقاب بقى. انت مالك فرحان؟ فرحان بالعقاب اللي كده؟ ده انا مستلمين قبل الفيديو. ده انا بخطط فيه من قبل الفيديو يا ابني. انا سامعاك الناس من جنبي مش هتسمعك. قاعده ليه مش هتسمعك؟ ان المايك هيجي ان شاء الله. مش هيجي صوتك ده بس يعلى شويه. سمع الناس صوتك كده. انا عارفه انا احس ان انت عامل زي حروب لما تيجي تمسح حلقه. خلاص عارفه. صحي كده يا جماعه. كان نجيب العقاب كده. ما مستعدين للعقاب كده ليه؟ انا عايزه اكل طبق السلطه. العقاب ده وحش وهتتضايقي منه. لازم هتضايق امك ليه بعد التعب اللي تعبه ده كله؟ خلاص عايز اشرب شوربه واخد قناصه مش قادر. خلاص هسامحك يا ولد. لا لا ما تجيش ما تقولكش عشان انا قلت لك. انت المفروض من نفسك. نفسي؟ من نفسك تقول لي مسامحك يا ابو. مسامحك يا ابو. لا من نفسك وتبوس ايدي كده. اه من نفسك. خدي من نفسي. من نفسي. يعني انت تعبت في الاكل ده؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ماما عشان تعبت في الاكل ده الصراحه يعني. والزيت وطرطشه الزيت. انا كنت شفت الزيت عامل ازاي فيا؟ ماما يحط الفرخه كده الفرخه تنزل لتحت الزيت يطلع لفوق. بوم بوم بوم. انا العظيم بحطها اقسم بالله العظيم نص الزيت اتدلع على البوتاجاز. الحمد لله ما اتدلع عليا. والله العظيم ربنا ده كريم. نص الزيت اتدلع. انا ما طلعت السيف عينيات لو شفتوها. فلازم اطلع بالموضوع دوت بعاهه مستدين. ماما بتحط البتاع. ماما ماسكه البتاع. عارفه عارفه انتوا لما تبقوا في حرب ماسكين السكينه وعمالين تعدوا من تحت الصلب بتاعهم. هي ماما ماسكه ايه الطاسه ماسكه الغطا الحله ماسكه البتاع. اه ضرب في البتاع. البتاع ماما جايه تحط فراخ. البتاع ربنا نزل تحت حرفيا نزل تحت بالزيت. والزيت طلع لفوق. طاش 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 طاش. المطبخ كان كله دخان. عارفه انتوا لما تنزلوا المطبخ مولع. المطبخ بقى كان مولع. لا والله العظيم فظيع. والزيت والزيت كان عمال ايه ما تحطي الفرخه تروح الزيت قابب نزل على البوتاجاز. النار النار بقى لونها احمر احمر فاتح من الزيت اللي عمال يقع على النار.
الزيت يقع المهد النار تقيدة احمر فاتح. انا اقسم بالله ده انا صدق والله فظيع والله العظيم مهما اقول لكم مشهد فظيع فوق ما تتخيلوا. وحش انا احمر الحتتين دول. لازم تجي لك اصابه وانت بتحمري. بصوا الحمد لله ما الزيت اتدلق عليا. الزيت وقع على البوتاجاز كله زيت حرفيا والله. عمال امسح فيه في البوتاجاز ولسه هقوم امسح فيه دلوقتي اهو. وما تحط الفرخة الزيت يعمل والنار فوووو. عارفين انتو الشيف لما يمسك البتاع الفلفل الالوان ده والبتاع اللي حعمله كده تروح النار الضربة فوق. ايه بقى حصلت وما تحط الفرخة النار تضرب. في مرة حصل فاكرة لما حصلت ولاعة عند في الدنيا وفي المطبخ وراحتين دي جالية طافية الكوبس كاب في الكهرباء بسوق الكهرباء. الكهرباء طب الكهرباء مالها بتبطل ايه؟ الكهرباء ساعة لما انت كنت بتعملي البتاع بالزيت. انا عارفه ان انت هتقلب لي الصاله دي ورا والله العظيم. فحياه امك خليك بالماء بالواحده. اما انت كنت بتعملي بالزيت وبتاع يعني البتاع ملمسه في قلب البتاع او لما تضرب في البتاع لمست في البتاع كمان. البتاع اللي اسمها ايه؟ البتاع اللي الكهرباء. الكهرباء كان في سلك الكهرباء العيان كان ده كان لسه عيان بتاع اللي هو النور كان مفيش كانش فيه على طول طالي وكان محطوط في البتاع بقى كان بيدخلوا السلكتين كده كان في البتاع. واحد ماما عامله عليها زيت راح ما عملتش البتاع بقى مولع والبتاع يتحرق من فوق وماما تصرخ ماما تصرخ وراح بصرخ في ايه في ايه والنار شغاله النار شغاله وهو عمال يجري عمال يهش في النار كده من بعيد اصلا عمال يعمل النار كده النار كده عايزين اللي هي تصفي. قعد ماما مره واحده راح جايه طفي الكوبس وجابوا بتاع راحوا قعدوا نعملوا بيها. كان موقف الصراحه برضه ساعتها حمام كداب موقف بتاعتنا صعبه قوي. يعني انت سامحتني يا ابني؟ سامحتك يوم من قلبي. من قلبك يا ابني ولا من رجلك؟ لا من قلبي. خلاص يا جماعه سامحني من قلبه بس بعد كده اما نيجي نعمل فيديو مفيش مسامحه في عقاب لا ليا ولا ليك. بس انا عشان جديد عشان ده احتفال بيك يعني. يعني احتفال بسميه مش هعمل فم عقاب النار. بس بعد كده انا لو كسبت المره الجايه مش هسيبك. ماشي مش هسيبك. حط في دماغك كده مش هسيبك. ماشي فاكره اللي بان لبان حمد. ايوه لبان ماشي والله بعتجب لك. اصبر عليا عشان استني بتكلم تسكتي. المره اللي فاتت لما خسرت اكلني البان والله العظيم ما تقوش تحطوه في بقكم. ما تقوش تحطوه في بقكم. انت تاكلوه انت تاكلوه تعملوا كده تقعد تريح. كنا عاملين برده تحدي انا هو واكلني اللبان ده وحياه امي ثلج كان ازرق وعندي وهبعت اجيب لك اللبان ده ادور لك عليه لو ما لقيتوش ده اقلب عليه الدنيا. ايه نو ماشي هجيبه والمره الجايه ان شاء الله يبقى عقوبه. وانتظروا الفيديو القادم. ماما حبايب قلبي ربنا يخليكم ما يحرمش منكم ابدا يا حبايبي. مش قادر مفيش كلام اوصفه لكم والله العظيم انتوا ايه بالنسبه لي. ربنا يخليكم ما يحرمش منكم ابدا. على تيك توك والفيسبوك يا اميه احمد وفريه ما تغيرش بتاع ما تغيرش انا بقول على التيك توك احمد وفريال وعلى الفيسبوك احمد وفريال وعلى اليوتيوب يومية احمد وفريال. يلا يا حبايب قلبي يلا يا ريت تخشوا لنا على التيك توك كده وتظبطونا على التيك توك وتقعدوا معانا والله هنعمل تحديات ونخش مع ناس يعني نعرفهم بس مش هنقول بقى هنتونس بيكم. ايوه نتونس بيكم وتخشوا معانا وتنورونا. ربنا يخليكم ما يحرمش منكم ابدا يا اغلى واحن واحسن ناس في الدنيا كلها جيش احمد وفريال. ثانيه واحده مش يوميات احمد وفريال على تيك توك في قناه موقوفه ما بتعملش لايفات اللي هي ماما كانت لابسه فيها جاكيت اصفر ده القناه دي موقوفه. التاني اللي ماما كانت لابسه فيه نفس الحجاب ده لا بس البينك لا بس البينك اللي لونه بينك او انا عامله كده وكان وشها بس اللي بينك. ربنا يخليكم ليا. سلام سلام.